Hello tout le monde. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Welcome back to my channel Blush and Dish. الوصفة ديال اليوم هي واحد الوصفة كتجي هائلة جدا ديال المخميرات معمرين بلاصوص كواكامول الثوم والمايس وفيهم لا ليتو. هاد الوصفة كتجي غافريشيسونت وكتجي زوينة سورتو ملي كيكونوا لي جورني سخان ديال رمضان. كتنفعنا بزاف. نتمنى انكم تجربوها. Elle est différente et ça sort de l'ordinaire. Comme la dalle, ma cadre va dire les hommes les com sont donc à l'oiseau. اذا دابا غادي نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد لافارس. انا هنايا استعملت جوج حبات لافوكا ماشي وحده. الثوم اي نوعيه. حبه المايس. واحد البصله صغيره. عصير ديال نصف حامضه او ليمونه. شويه ديال قزبر. غادي نحتاجو كذلك طماطم مطيشه وحده ولا هنايا عندي طوماط سوريس حيت ليهم القشره وغادي نستعمل منهم شي حبات. غادي نحتاجو كذلك كورنيشون. غادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال المايونيز. غادي نحتاجو فيلي دويل دوليف ولا شويه ديال زيت العود. انا استعملت هنا شويه ديال لي كابر او الكبار هذا اختياري. استعملت كذلك زيت الزنجلان او ويل دو سيزام حتى هي اختياريه. وكنوضع دائما بضع قطرات ديال الصلصه الحاره تاباسكو. اذا اول عمليه كنقوم بها هي ان احنا كنفرموا البصل جيدا. انا استعملت هنايا الروبو. من بعد كنضيفوا لافوكا. ودابا هنايا ملي طحنات البصله مزيان مع لافوكا كنزيدوا العناصر الاخرى. كنزيدوا القزبر تقريبا هنايا معلقه كبيره. عصير ليمون. واحد شويه ديال زيت العود او ويل دوليف. من هنا درت ملعقه كبيره. غنضيف كذلك ملعقه كبيره ديال زيت الزنجلان او ويل دو سيزام. هذه اختياريه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. غادي نضيف هذيك الكميه اللي عزلت ديال لي كورنيشون ولي كابر. تقدروا ديروا غير وحده فيهم. وغادي ندير واحد الحباس ديال الطماطم سوريس. تقدروا ديروا طماطم وحده عاديه. انا حيت قلبت ما لقيتهاش عندي دونك استعملت طماطم سوريس. وغادي نطحنوا عاوتاني كلشي مزيان. وهذا هو القوام ديال الصلصه ديال الكواكامول اللي كنحصلوا عليها. هنايا زدت بضع قطرات ديال صلصه تاباسكو ولا صلصه الحاره. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال مايونيز. نضيفوا حبات الذره او المايس. واخيرا غادي نضيفوا الطون. و فوالا ها هي لا فارس موجوده ا باز دو صوص كواكامول مايس اي طون. دابا بقى لينا غير نعمروا المخميرات. وهادو هما المخميرات. كيطيبو خاصهم يكونوا خفاف. ما تكونش المخميره غليظه بزاف. خاصها تكون خفيفه
ومهوية، يعني ملي كنحلوها كنلقاوها ايغي من الداخل. دونك بحال هكا كيجيو المخيميرات خفافين من الداخل، باش ملي كنحلوهم كنقدروا نديرو فيهم لا فارس. ودابا سي ليتاب فينال، غادي ندوزو المونتاج ديال المخيميرات، غادي نعمروهم بلا فارس. الوغ انا نحل وحده نوريها لكم، فوالا خاصها تجي بحال هكا من الداخل. ودابا غادي نديرو لا فارس ديال المخيميره. الوغ اول حاجه كنديروها هي كناخذو قطعه ديال الخس او الخي او لا ليتو، وكنديروها في وسط المخيميره مزيان، يعني كنحاولو ندخلوها لداخل، ومن بعد كنوضعو الكميه المناسبه ديال لا فارس، غواكامول وطون ومايس، بلا ما نوسخو الجوانب ديال المخيميره، وكنخليو داك الخس باين باش كيعطينا داك الكونتراست ما بين اللون ديال المخيميره واللون ديال ديفيرون ديال الخس. وهنايا غادي تسالى لا فيديو ديالي، وغادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديده بحول الله.